اولا بالنسبه للتوجيه، يعني لابد من نتكلموا على يعني ماشي ك ك كمنظومه منفصله على المنظومه ديال التربيه والتكوين. الموضوع ديال احنا كنعتبروا الموضوع ديال التوجيه هو مساله اساسيه في المنظومه ككل. اذا غفلنا التوجيه ديال التلميذ يعني من خلال المسار ديالو الدراسي وما وجهناش التوجيه الصحيح، راه البلاد كلها كتخسر. لان اهم عمليه ديال الاستثمار في راس المال البشري هو الانسان. فالانسان كخصو من البدايه انه يتوجه الوجهه الصحيحه ديالو. وهذا التوجيه يعني كنشوفوا على ان بالنسبه لنا حنا كاباء، مجموعه ديال الاباء والاغلبيه ديال الاباء ما كيعرفوش حتى الافق ديالو ديال التوجيه. علاش ما كيعرفوش الافق ديالو؟ لان العمليه التواصليه اللي كاينه ما بين الوزاره والموجه هي واحد العمليه اللي هي ضعيفه جدا. فلذلك التلميذ شنو كيعمل؟ كيعمل التوجيه عن طريق ثلاثه ديال الحالات. اما انه كيقتدي بالزملاء ديالو اختاروا واحد الماده معينه، اما انه كيشوف الوسط ديالو ككل، الوسط ديال المجتمع ديالو شنو كيختار، بالتالي حتى هو كيمشي في ذاك الاتجاه هذاك. او لا، العمليه الثالثه هو ان الاب كيفرض على ابنه واحد النوع ديال التوجه، يقول له اعمل مثلا ماده علميه ولا اعمل معلومه رياضيه ولا اعمل كذا. المعدل كيحكم وكيكون فاصل في الاختيار. ولو المعدل، دابا حنا باقي ما وصلناش للمعدل، قبل ذاك العمليه ديال المعدل وهذا خصو التلميذ يتوجه من البدايه ديالو. راه التلميذ عنده مواهب وعنده قدرات وعنده طاقات، كخص شكون اللي غادي يخرجها منه وينميها، وبالتالي ان ذاك القدره تمشي في الاتجاه الصحيح ويختار ذاك المسار ديالو الدراسي واحد الحاجه اللي هو انه يقدر يكون فاعل فيها، ماشي انه يكون يتمشي في واحد التوجه ولكن بعد القرص على انه كان توجه خاطئ. واخا يكون كاع عنده المعدل، كاين التلاميذ دابا الان اللي كيوصلوا المعدل 14 وكيلقاو راسو انهم ما مقولين حتى في شي جهه، وعنده مثلا 14 وفي العلوم الفيزيائيه. اش كيعمل؟ هذا واحد النوع ديال الانتحار. كيمشي مثلا كيعمل واحد الماده اللي هي كيدخل في واحد مثلا ديال في الكليه اللي عندها الافق اللي ديالها مفتوح، هو كيدخل في الكليه وكيتسجل مثلا في الاقتصاد ولا في الحقوق وكذا، هو ما عنده حتى شي علاقه بذاك الماده. بالتالي انا كان المجتمع كله احترمنا طبعا الكليات والكفاءات ديالها. لا حنا كنقولوا ماشي كنقللوا من ذاك، لا بالعكس، حنا كنقولوا ذاك التلميذ مشى لذاك الحاجه ماشي ديالو، ربما ما غاديش يكون توجهات اخرى راسها توجهات ما قدرش يوصل ليها. علاش؟ لان ربما التوجيه ديالو من البدايه ما كان صحيح، ما بقاش شكون يوجهه من البدايه. لان دابا حنا شنو عندنا؟ عندنا الموجه كيجي عندنا واحد المره في نهايه السنه،